السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن وحبكم جميعا في الله. طبعا بالنسبة للحاجة اللي احنا بنعرضها في المحل ده، يمكن حضرتك تخش الموقع اللي احنا عاملين رابط شراء وعاملين موقع تسوق، فحضرتك لو حبيت اي حاجة من اللي احنا بنبيعها توصل لك لحد باب بيتك، حضرتك ممكن تحت تنزل تحت في الرابط وتبدأ تعمل عملية التسويق بتاعتك. اي منتج عايزه هتدوس على ايقونة جنب المنتج اللي انت عايزه، وبعد كده بتحط بياناتك وتكتب ارسال، الحاجة بتجيلك لحد باب بيتك. والحمد لله بفضل الله قدرنا كمان نعمل حاجة جميلة جدا جدا، عشان الناس كانت بتقول ان مصاريف التوصيل غالية جدا، فالحمد لله بفضل الله عملنا حاجة جديدة، التوصيل لداخل القاهرة مجانا من غير اي تكاليف شحن. يعني احنا بنوصل الحاجة لو انت ساكن في القاهرة بدون اي مصاريف، يعني بيجيلك لحد باب بيتك ببلاش، بس بشرط لو الحاجة المندوب جابها لك لحد باب بيتك وحضرتك لغيت الاوردر بتدفع 50 جنيه للراجل المندوب. ده ليه؟ عشان خاطر المندوب اللي بيجيلك ده وبياخد اجر، فحضرتك لو ما اشتريتش من عندنا حاجة فانت مضطر تدفع 50 جنيه للمندوب اللي هيجيلك حق تعبه هو، تمام؟ اوكي. فالحاجة لو جات لك وحضرتك اتميت الاوردر واشتريته ما بتدفعش مصاريف شحن خالص، بتدفع ثمن البضاعة بس. ده الكلام ده داخل القاهرة. طب لو حضرتك مثلا تراجعت لاي سبب من الاسباب، او حضرتك مش عايز الاوردر اللي انت عملته، فبتدفع 50 جنيه للراجل الدليفري اللي بيجي لك مقابل توصيل الشحن لتوصيل الاوردر لحد باب بيتك. اوكي. فلو حضرتك خدت الاوردر ما بتدفعش مصاريف شحن، لو حضرتك لغيت الاوردر بتدفع مصاريف شحن. اوكي. طيب المكان دوت اشوفه منين؟ هتلاقي الرابط تحت الفيديو موجود فيه موقع الشراء، حضرتك بتشتري منه اللي انت عايزه، تمام؟ طيب هعمل جوله سريعه كده على المنتجات اللي احنا بنبيعها. اولا الفيتامينات زي ما حضراتكم عارفين، الجروف بيت والالف ده سريه والاحماض الامنيه، وكل ده مستورد بفضل الله. ده الجروف بيت، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. طبعا احنا شغالين بكل حاجه، وكمان تاريخ الصلاحيه بنجيبه تاريخ صلاحيه جديد، بحيث ان هو برده حضرتك لما تيجي تستخدم الحاجه بتقعد عندك فتره كبيره. ده الانتاج شهر 3/2020 والانتهاء سنه 2022. اوكي تمام. طبعا كل المنتجات اللي احنا بنجيبها نفس النظام. ده برضك بالنسبة للأملاح المعدنية، بسم الله ما شاء الله، ده منتج فرنسا، وطبعا تاريخ الصلاحية برضو جايبينه تاريخ صلاحية طويل 2023، تمام. فكل المنتجات الحمد لله اللي احنا بنجيبها، كل المنتجات اللي احنا بنجيبها بالراعي اللي احنا بنجيب حاجات صلاحيتها طويلة عشان تفيد حضراتكم. طبعا بقى البانيش والاميجران والكمويت والأملاح المعدنية والاكلات الموفره والتاكيل اليدوي اللي هو مستر ميكس والبرو 28، وكمان عندنا البرو 19 اللي هو خاص بتاكيل البادجي والكوكتيل والفيشر، وعندنا البرو 28 اللي خاص بتاكيل البغبغوات الكبيره اللي هي الدره والزنجبالي والحاجات دي، وعندنا هنا التحديق اللي هو البلدي. التحديق البلدي ده ممتاز جدا جدا بفضل الناس اللي خدته وجربته، بتاخد منه كتير جدا جدا بفضل الله. ده عباره عن تركيبه من الاحجار اللي هي كربونات الكالسيوم والفحم والحجر الجيري والبلكم وبذر الفجل والجرجير والقرطم، وعليه حاجات جدير وعليه كمان صدف مطحون، تمام. بعد كده طبعا عندنا كل مستلزمات العصافير بقى اللي هي اكلات ومزائي وسوست وحاجات بتاعت اكلات سيبيا، كل الكلام ده موجود بالشيالات. وطبعا العصافير بقى بجميع انواعها، الزبرة، الجاوة، الانجليزي، الانصاص، الفيشر، الكوكتيل اللاتيني، الفيشر اللاتيني، عندنا البادج بجميع انواعه بجميع الوانه بجميع طفراته بفضل الله. عندنا الحمام برضك نفس النظام بفضل الله، جايبين منه مجموعه كبيره جدا، وعرضها دلوقتي لحضراتكم عشان تشوفوا الدنيا فيها ايه. بالنسبه للناس اللي عايزه تزور وعايزه تطلبها دليفري او اونلاين، مثلا محتاج حاجه وانت داخل القاهره بوصلها لك بمنتهى السهوله. لو انت محتاج حاجه محافظات، فلو انت اللي بعت لي مندوب من عندك انت ياخد الحاجه يبقى هو مسؤول عنها، اوكي مفيش مشكله. لو حضرتك عايز الحاجه تشحن لك هنحاول قدر المستطاع، ببعتها لك بعد العصر يكون الجو طر شويه، وبعد كده ببعتها لك عن طريق موقف. حضرتك بتبعت حق الحاجه عن طريق فودافون كاش، وانا ببعت لك الحاجه عن طريق مندوب يروح يوصلها لك الموقف، وبتصل بحضرتك بيديك رقم السواق وانت بتستنى السواق في الموقف لما بيجي، وبتستلم منه الحاجه بتاعتك. وطبعا قبل ما بيتم عمليه الشراء ولا اي حاجه بنبعت لك فيديو بالحاجه اللي انت طلبتها، اللي هي الطيور اللي انت طلبتها، بنعرض لك فيها المواصفات ويكون التصوير بتاعه حلو. طبعا دي برضك للامانه، وانا عارف ان حضرتك واثق فيا عشان كده اشتريت مني، بس برضك علشان خاطر الامانه لازم يتم عمليه البيع بما يرضي الله علشان خاطر ربنا يكرم الجميع.
بالنسبه للعصافير بقى عندنا هنا شويه انصاص جميله جدا جدا. الانصاص ديت للناس اللي ما تعرفش او الناس المبتدئين، انصاص يعني عصفوره بتجي عادي متجوزه عصفور انجليزي، فالانتاج بتاعهم بيجيبوا خليط بين الاثنين، بين البادج العادي وبين الانجليزي اسمه انصاص. بتلاقي حجمه حلو بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده، وكمان بتلاقي فيه التكشيره بتاعه الانجليزي، اوكي، واخد كمان العقد. العقد ايه؟ العقد اللي هو بتاع الانجليزي بس ما بيبقاش واخده كامل قوي. ده اسمها عصافير انصاص، دي برضو انصاص نفس النظام بس ده مستوى وده مستوى تاني خالص، اوكي. بعدين عندنا بقى هنا الفيشر او الروز، وعندنا الجاوا، وعندنا هنا الفيشر اللاتيني بسم الله ما شاء الله، وعندنا هنا بقى الجاوا بجميع انواعها، وعندنا هنا الكناري، العصافير الكناري، وعندنا الحسون زي ما حضراتكم شايفين وباين في الصوره بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. وعندنا بقى كل البادجي بجميع طفراته، البادجي بجميع الوانه بجميع طفراته كله بفضل الله موجود في المحل. طب حضرتك لو عايز اي حاجه زي ما اتفقت مع حضرتك في اول الفيديو تنزل تحت على الرابط موقع الشراء، بتعمل الاوردر اللي انت عايزه وكل حاجه بيجي لك بفضل الله زي ما اتفقت مع حضرتك. عندنا كمان كوكتيلات بقى حبشي، مصبعات، لاتيني بفضل الله زي الفل. عندنا الحمام للناس هوات الحمام، طبعا الناس اللي بتحب الحمام. عندنا زواجل زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجات تقليلها جميل جدا بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، من الحاجات الجميله. عندنا كمان ذكر نفيخ اهو، ذكر نفيخ اكول زي الفل، بس ده ذكر لوحده من غير نتايه. عندنا كمان شويه زواجل وشويه كريزليات بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، حاجات جميله. عندنا جوه هنا اهو ذكر حلس، ذكر حلس للناس اللي بتحب الحمام الغزار، ده ذكر حلس جميل جدا من الحاجات الجميله جدا جدا في النشر بسم الله ما شاء الله. وعندنا شويه زواجل فوق بسم الله ما شاء الله، دي زاجل من الحاجات الجامده جدا جدا، ده زغلول صغنن بسم الله ما شاء الله، عليه الدبل بتاع الاتحاد اهي، وده شويه حاجات عليها ريشه واحده ورشتين، يعني حاجات جميله جدا جدا وباسعار الحمد لله بفضل الله، يعني اسعار حنينه. لو جيت قستها بالتقليب بالنسبه لسعر السوق هتلاقي الاسعار اللي احنا بنبيع بيها اسعار حنينه جدا 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 جدا. طبعا اللي عايز يعرف سعر الحاجه دي بينزل تحت في الرابط بتاع الشراء وبيلاقي كل الاسعار اللي هو عايزها. عندنا حمام شويه هزازات، وعندنا احمر شقلباز، وعندنا بدايره، وعندنا الحمد لله في حاجات كتير. الودد الشرازي بسم الله ما شاء الله، تعالى بس بس عامله ايه؟ عامله ايه؟ القطط دي جميله جدا جدا جدا، حنينه ومطيعه جدا 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 بسم الله ما شاء الله، حاجات نظيفه بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. هي عايزه تلعبي؟ عايزه تلعبي؟ طبعا كان في ناس بتسالني على المرزوق، ان شاء الله هعمل لكم فيديو فيه مخصوص، تمام؟ تحياتي ليكم وان احبكم جميعا في الله، وما تنسوش المفاجاه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي احنا هنوصل داخل القاهره من دون اي مصاريف شحن، يعني حضرتك هتدفع ثمن البضاعه اللي انت خدتها فقط. اما لو حضرتك في حاله ان انت تسلم الاوردر مش هيبقى عليك اي مصاريف شحن، في حاله ان انت رفضت الاوردر لاي سبب من الاسباب حضرتك بتدفع 50 جنيه للمندوب اللي بيجي لك حق توصيل البضاعه لحد عندك ورجوع بيها، اوكي؟ تمام تمام. الرابط هتلاقوه اسفل الفيديو، واي حاجه عايزين تستفسروا عن سعرها هتلاقوها برضو في الرابط اسفل الفيديو. تحياتي ليكم وان احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.